يبدو أن هناك تغيرات جذرية ستحدث في الخرائط السورية قريباً، فهناك سيناريوهات يتم التحضير لها بشكل سري تتعلق بمستقبل الأوضاع السورية وخاصة على الصعيد الميداني. فما الذي يحدث؟ التقارير الإعلامية تحدثت عن وجود إجماع دولي بفرض واقع جديد في سوريا من خلال بوابة الرفض الشعبي الجاري في جنوب سوريا. ذلك الواقع الجديد تسعى الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري لفرضه بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها حلفاؤها العرب في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد المملكة الأردنية الهاشمية. فواشنطن ترى نموذج السويداء ودرعا ورفض السكان فيهما لنظام الأسد من الأمور المغرية التي من شأنها فتح الباب لإحداث تغيرات جذرية كبرى في خرائط السيطرة، ليس فقط جنوب سوريا وإنما على الساحة السورية عموما. وبحسب ما جاء في التقارير فإن هناك تحضيرات في الغرف المغلقة تتضمن حشد أمريكا لحلفائها الإقليميين والأوروبيين لتشكيل مناطق حكم ذاتي متعددة في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة. وعلى ما يبدو أن تلك الخطة الأمريكية غير المعلنة تحظى بقبول عربي بشكل عام، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الجانب التركي الذي لا يزال متحفظا على منح الأكراد حكما ذاتيا في منطقة شمال شرق سوريا. لكن التسريبات أوضحت أن أمريكا لديها خطة أيضا تجاه تركيا تتعلق بمنحها حق السيطرة على أجزاء جديدة من المناطق الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، مثل السماح لها بالدخول إلى عين العرب ووصل مناطق سيطرتها مع بعضها البعض في الشمال السوري. فهل توافق تركيا على مخطط أمريكا؟ بحسب المصادر المطلعة فإن العرض الأمريكي الذي من المحتمل أن تقدمه واشنطن لتركيا سيتطلب في المقابل بعض التنازلات من تركيا، خاصة فيما يتعلق بمسألة إنشاء مناطق حكم ذاتي في سوريا بما في ذلك منطقة حكم ذاتي شرق الفرات. ويرى الخبراء والمحللون أن الحديث عن وجود تغيرات كبيرة فيما يتعلق بخرائط السيطرة السورية في الوقت الراهن له أهمية كبيرة، خاصة أنه يأتي بعد استمرار حالة الجمود في خارطة السيطرة العسكرية في سوريا لفترة طويلة. فماذا يحدث في حال تنفيذ أمريكا ذلك المخطط السري؟ تتوقع المصادر العسكرية أنه حتى يتم تنفيذ هذا السيناريو المفاجئ في حال صدقت المصادر التي نقلت المعلومات، فإن واشنطن ستكون بحاجة إلى القيام بأعمال عسكرية محدودة في عدة مناطق سورية، أولها الوصول إلى مناطق سيطرتها في قاعدة التنف مع مناطق نفوذها شمال مدينة البوكمال قرب دير الزور، ثم القيام بعمل عسكري للسيطرة على كامل الحدود بين سوريا والأردن ووصل مناطق سيطرتها في قاعدة التنف بمحافظة السويداء كخطوة ثانية.